أحضروا لي مرأة لتغسيل عندي في المقبرة، وكان حضورها من البداية حضور لا يليق بالميت. أحضروها في سيارة مكشوفة في عز الظهر في شمس محرقة، وكان تحت المرأة الميتة فراش من الإسفنج. فمع طول الخط حتى وصولها للمقبرة، الأخوان كانوا متمسكين في سيارة النقل ولم يتمسكوا أو يمسكوا المرأة من الاهتزاز في السيارة. فوصلت عندي المقبرة والمرأة على حديد السيارة، الفرش في جهة وصلت على نفس الحديد. أنزلوها وأدخلوها إلى المقبرة ليقوموا الأخوات بغسلها. بعد ما قاموا بغسلها صرنا قلنا بالصلاة عليها في المسجد. والعبرة هنا يا أخي، كانت غسلها غسل عائلي كما تذكر الأخوات قاموا بغسلها، والصلاة عليها كان صلاة عادية لم نلاحظ أي شيء. لكن العبرة هنا يا أخي، عندما أردنا تنزيل هذه المرأة إلى القبر لم نستطيع تحريكها ولم نستطيع حملها من النعش إلى القبر، وكان العدد يكفي لأن يقلب سيارة ظهرها على عقب. لم يستطيعوا تحريك الجنازة قدر 1 سم في القبر. نزل 3 من أولادها في القبر، ووقفت أنا على فتحة القبر لإنزال الميتة من النعش على الحفرة فلم أستطيع. تخيلوا فتحة القبر مثل فتحة المطيف، وحاطط رجلي أنا على الفتحة. فإما شاهدت المنظر هذا أن كل اللي واقفين ما قدروا يستطيعوا ينزلوا الجنازة هذه في القبر، بدت رجلاي تنتفض من هول المنظر. ابنها الكبير كان تحت، أول ما شاف المنظر راح على ركبته وكان يبي يضرب بالصوت، يبغى يزعج بالصوت. شاف المنظر أنه أمه ما هي قادرة تتحرك من النعش، فأشرت له بإصبعي أستر أمك لا تضرب. حتى أحد الأخوان الحاضرين معايا قال لي يا شيخ تأخرت، فذكرت أن له في مسمار تحت النعش ماسك في الإسفنجة اللي يضع عليها الميت. قلت له ما في مسمار، بحاول أن أنا أنزع المسمار هذا، فلم أستطيع يا أخوان. فكيف أتصرف وهذه الحالات التي تمر علينا غير موجودة في فقه الأموات؟ فاتصلت بأحد الأخوان في الرياض فقال لي يا شيخ، يعني حكيت له القصة بسرعة، فقال لي حاول أن تقرأ. قلت يا شيخ الميت ما ينتفع بالقراءة، ميت ما ينتبه في القراءة. قال لي أقرأ وإن شاء الله خير. فبدأت أقرأ حتى قراءتي للقرآن كانت خير كاملة، يعني أقرأ شوية من ياسين شوية من قاف شوية من الملك ليس كاملة. بعد أن قرأت بدأت رجلها من الخلف ترتفع، إحنا نزل الميت ندخلها مع رأسها شل من جهة موضع الرجول، فبدأ رجلها يرتفع من الخلف. فقلت الحمد لله فاتحة خير. فيما الجو ينزلوها نزلت معانا وانا اقرا، ما يسحبوا الاخوان وانا اقرا، حتى تاكدت انه رجلها نزلت في يد ولدها الكبير. فتوقفت عن القراءه، عندما توقفت عن القراءه انفلتت منها الميت. فنزلت انا على القبر فقلت ليه تبكيت الميت؟ فقالوا يا شيخ ما قدرنا نستحمل تقلها، نحن الثلاثه ما قدرنا، ولو جلسنا متمسكين فيها كان نحن الثلاثه كلنا خبطنا في الجدار المقبره التي امامنا. فقلت طيب، قلت للاخوان غطوا القبر بالنعش. فوريت طبعا لا يجوز لي ان المس المراه الا اذا كان ما في احد مقطوع من شجره موت. فقلت لاولادها جروها من الوصله اللي عند الراس، فجروها جيبوها على هذه جهه القبله عشان نوجهها للقبله ونحل الارض. تخيلوا يا اخوان، يعني سحب الميته عشان توجيهها للقبله مسافه حوالي يعني 0.5 متر فقط، اللي هي فتحه القبر نجرها نوديها على جهه القبله. السحبه هذه اللي سحبوها فيها عملت حفره في نفس الوصله دي، لو عملتها بنفس الكريك او بالحفار هذا ما توجيها. فعلى طول الولد يمسك في راسي ويقول لي استر امي الله يستر، استر امي الله يستر. قلت له لا مو بيدي الامر، انت شفت الحاله بيدك. فقال لي يا شيخ انا لما اطلع اقول لك. قلت له قل لي الان. قال لي لما اطلع يا شيخ لا تفضح امي الله يستر عليك، لما اطلع انا اقول لك حال امي. بس قال لي طلب بسيط، قال انا شفت امي بعد الغسل قبل ما يكفنوها، فلي طلب يا شيخ ممكن اني اشوفها افك وشها اشوفها. قلت له اجل خليني انا اخرج من القبر. قال بس بدي اخوش اشوفها واسلم عليها. فقلت له خليني اخرج انا من القبر واحد الاخوان ما هو محرم وانت واخوك سلموا عليها. والله اعلم في الحاله هذه هل يجوز او لا يجوز. انما يا اخوان بعد ان دفن الميت مسكت ابنه الذي قال لي سوف يشرح لي القبر، مسكت عشان يقول لي احوال في الدنيا، فاخذ يقبل راسي ويعتذر يقول يا شيخ ما اقدر اقول لك. قلت له انت وعدتني. قال يا شيخ وعدتك قبل ان ارى امي.
إنما بعدما أن كشفت عن وجهي لا أستطيع أن أقول لك حق. قال كلمة واحدة فقط أستطيع أن أقولها لك، أن المرأة التي دفناها ليست أمي مثل كيف يا ولد؟ هذا تصريح الدفن هذا يا رسم. قال أقول لك يا شيخ كلمة واحدة فقط، أن المرأة التي دفنتها ليست أمي، أمي عند تقبيلها بعد الغسل كانت بيضاء تشع نورا، إنما التي رأيتها في القبر كان وشها أسود كالفحم. لماذا؟ فبدأ الإخوة يتجمعون على السيارة ثم هرب، لكن يريد الله سبحانه وتعالى بعد عدة أشهر وأن أقوم بغسل ابن خالته، وكان يصلي معي في القرب مني في الصف، وبعد الصلاة قال يا شيخ ألم تعرفني؟ قلت عرفني جزاك الله. قال أتذكر المرأة التي رفضت النزول للقبر؟ قلت نعم، وأنا أقولها في جميع كلماتي في المساجد. قال أنا ابنها، وقد أطلق لحيته وظهرت السجدة في يمينه وقصر في هذا. قلت لا أنا أعرف ابنها. قال أنا أقول لك يا شيخ إنها والدتي وأذكر لك الدليل. قلت إنما هرب ابنها ولم يقول لي السبب، لم يذكر لي السبب. قال الآن أقول لك السبب يا شيخ ليرتاح ضميري. قال يا شيخ قمت بالحج عن والدتي واعتمرت لها وقمت ببناء مسجد لها ووضع ثلاجات ماء في كثير من الأماكن لكي أنسى هذا الوجه الذي رأيته ولم أستطيع. إنما أقول لك الآن يا شيخ السبب في ذلك. فماذا يقول هذا الابن عن أمه يا أخوان؟ وهو الشاهد عليها يوم القيامة. يقول هذا الابن إن أمي يا شيخ كانت لا تصلي. كيف؟ قال إن أمي كانت لا تصلي. لماذا لم تقل لنا ذلك؟ كان ما صلينا عليها ولا غسلناها ولا دفناها في مقابر المسلمين. قال لم أستطيع يا شيخ من هول المنظر، لم أستطيع من هول المنظر، وأنتم تحاولون إنزال والدتي إلى القبر وهي ترفض ذلك.